يا صباح الخير وصباح السعادة والتفاؤل على حضراتكم كل مشاهدي برنامج هذا الصباح وشاشة اكسترا نيوز في كل مكان. بيسعدنا في بداية اليوم النهاردة الخميس 8 اغسطس لعام 2024 يتجدد لقاءنا مع حضراتكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، مجموعة متنوعة من الاخبار والموضوعات هكون خلال الساعتين بصحبة زميلتي العزيزة لميا حمدين. اسمحوا لي في البداية اصبح عليها. صباح الخير والسعادة لميا. صباح الخير عليك يا يارا، وصباح طيب وكل خير على كل السادة المشاهدين مشاهدي اكسترا نيوز. في مقدمة على طول حلقتنا النهاردة هنتكلم على استمرار الدولة المصرية في جهودها لإنعاش الصناعة المصرية، وده من خلال الاستراتيجية الجديدة والعاجلة اللي بتستهدف تعزيز القدرة التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص وكمان تعميق الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيات الحديثة، والتي تمثل خطوة استراتيجية هامة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي. صحيح يا لميا، وهذه الاستراتيجية بتهدف للنهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في مصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي ودولي متطور، وده بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة المشكلات والتحديات اللي بتواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل هذه المصانع، وده حفاظا على ما بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال على النحو اللي بينعكس إيجابا بالتأكيد على مستويات المعيشة للمواطنين. كمان يا يارا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل الطلبة اللي تجاوزوا امتحانات الثانوية العامة بعد طبعا إعلان النتيجة وانتظار تنسيق الكليات، واللي ممكن بعضهم يجد التنسيق بيختلف طبعا عن رغباتهم بعض الشيء مما يضطرهم إلى التسجيل في كليات لم تكن ضمن اختياراتهم، وغالبا ما هيواجهوا آراء سلبية زي الدراسة صعبة وإن في فرص العمل بعد التخرج شوية محدودة، مما قد يؤثر على بعض الطلاب عند اختيار الكلية، وده بيخليهم شوية مشتتين وبيخليهم يختاروا غلط. صحيح يا لميا، ده بيحصل كتير، وخلينا بالمناسبة دي نقول لكل اخواتنا الطلبة ما تخلوش صحابكو او العيلة تأثر عليكم في اختياراتكو. اختيار الكلية لازم يكون وفقا لتفضيلاتكم انتو واحتياجاتكم الشخصية ومهاراتكم اللي انتوا شايفينها في نفسكم، لان انتوا اللي هتشتغلوا على ده، انتوا اللي هتجتهدوا فيه، ومشوار الدراسة وحضور الفصول الدراسية وكل التكليفات اللي هتعملوها خلال فترة الدراسة ده دوركم انتوا، فلازم تكونوا مقتنعين بيه. فمهم جدا ان انتوا تختاروا ايه الافضل بالنسبة ليكم ولرغباتكم مش لرغبة الاخرين. عشان كده النهاردة مشاهدين هنقدم بعض النصائح للأسرة والطلاب اثناء التنسيق وتحديد الرغبات كمان للالتحاق بالكلية المناسبة. خلينا نقول ان نبدا بالاضافه لملفاتنا واخبارنا المتنوعه، واهمها طبعا ملف القضيه الفلسطينيه، قضيه العرب الاولى، وعرض اخر مستجدات الجهود المصريه المتواصله لانهاء الحرب في قطاع غزه، والتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار والافراج عن الرهائن والمعتقلين وادخال المساعدات الانسانيه الضروريه للقطاع. متواصلين كمان في حلقتنا النهارده يا لميا، ومتواصلين مع حضراتكم مشاهدينا من مدينه العلمين الجديده اهم الوجهات السياحيه والاستثماريه في مصر والعالم، وهنتابع مع حضراتكم تغطيه لاهم احداث مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانيه واللي بيمتد لمده 50 يوم وما زال بيواصل ابهار العالم بحفلاته وانشطته الترفيهيه. وفي الختام كالمعتاد لينا جوله مع ابرز عناوين الصحافه واللي ابرزت نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاسبوع. ضيف جوله الصحافه النهارده الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بالأهرام. كالمعتاد بنبدأ حلقتنا مع حضراتكم باستعراض لأهم العناوين. الرئيس السيسي يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. جهود مصرية متواصلة لدعم صمود الشعب الفلسطيني. حفلات غنائية وأنشطة متنوعة في مهرجان العالمين الجديدة 2024. بعد نتيجة الثانوية العامة، كيف تختار الكلية المناسبة لك؟ والصحافة تبرز نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع.
نبدأ حلقتنا النهاردة بالحديث عن الصناعة. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة مشددا على أولوية ملف الصناعة وتحقيق نهوض عاجل به. وجه الرئيس بدراسة مشكلات المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، وده حفاظا على الاستثمارات وحقوق العمال. وطلع الرئيس على رؤية الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، مؤكدا أهمية السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي والعمل الدؤوب لتذليل جميع العقبات والتحديات في هذا الشأن. وشدد الرئيس السيسي على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا والتدريب. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك والمشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا كنا بنتكلم على انه ملف الصناعه هو من اولى الاولويات في الحكومه المصريه، لكن خلينا نتكلم على المحاور ومراحل تطبيق الاستراتيجيه الوطنيه للصناعه. الحقيقه طبعا لا يوجد هناك اختلاف على ان الصناعه هي من اهم الانشطه التي يجب ان تقوم بها الدوله، ولا سيما ان عندما تتوافر الموارد ويجب وتوفر المعرفة أيضا. من هنا كان رؤية الدولة في مقام رئيس الجمهورية على أساس أن التصنيع هو محو من محاور التنمية والأساس الذي ترتكز عليه التنمية في داخل الدولة. ليه؟ لأن الصناعة هي عبارة عن تطبيق المعارف المختلفة وتطوير المنتجات المواد الخام والأولية إلى صناعات شبه كاملة أو كاملة التصنيع ذات قيمة مضافة، وبالتالي تحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى تطوير الآلات والمعدات وتحتاج إلى إدارة حديثة وتحتاج أيضا إلى رشد في قرارات اقتصادية باعتبار أنها قائمة على أساس قيمة مضافة. الدولة المصرية لها تجارب في الستينات على المصانع، لكن جت فترة السبعينات والثمانينات الحقيقة كان هناك إهمال لهذا الملف تماما، الأمر اللي أدى إلى تآكل الميزان الاقتصادي ومشاكل اقتصادية كبيرة جدا. لذلك جاء فخامة رئيس الجمهورية ليعيد الأمور إلى نصابها وتكون مصر مركزا صناعيا كبيرا، ومن هنا بدأ مجموعة من الاستراتيجيات الخادمة لهذا الفكرة. أول حاجة هناك مناطق تصنيع، مناطق اقتصادية ومواطن تصنيع وتطوير جذب الصناعات المختلفة. الأمر الثاني المجمعات الصناعية. الحاجة الثالثة توطين الصناعة في أماكن مختلفة وإنشاء مناطق اقتصادية مختلفة. وكمان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأمر نشر هذه الفكرة في القرية وغير ذلك. الأمر الرابع كمان هناك كمان حياة كريمة لما بدأت في القرية، هو أساسا قايمة على أساس فكرة توطين صناعة وبؤر صناعية موجودة في كل قرية مبنية على الميزة النسبية. إذن فكرة الصناعة في حد ذاتها، لكن الدولة بقى لها النهاردة 10 سنين واخدة مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات اللي موجودة بحل هذه المشكلة. الأمر الرابع الحقيقة برضو هو ما قامت به الدولة من حصر وتسجيل المصانع غير الفاعلة، نعم، أو اللي ما بتشتغلش، وبالتالي العمل على إعادة هذه المصانع والعمل على استغلالها. دكتور محمد، في هذه النقطة يعني حضرتك رصدت أكثر من عامل يساعد على النهوض بالصناعة، منها ما تم من تطوير وبناء وتنمية قرى وبنية تحتية ومناطق صناعية وغيرها. هذا ما تم إنشاؤه، إعادة النظر في المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لها على اختلاف مشكلتها، نستوضح من حضرتك في هذه النقطة أهميتها إعادة هذه المصانع للعملية الإنتاجية وعدم دخول هذه المصانع في العملية الإنتاجية نتيجة تعثرها خلال الفترة الماضية، إلى أي مدى أثر في عجلة الصناعة والتنمية الاقتصادية؟ الحقيقة دي كانت جريمة تمت في الصناعة المصرية. عندما يكون هناك مصانع كانت تعطل أو مصانع لا تعمل وهناك إهمال للإدارة وإهمال، كانت جريمة اقتصادية، بمعنى أن دي أصول في الدولة المصرية كان مطلوب تشتغل ومطلوب تستغل،
وعندما يأتي رئيس الجمهورية النهاردة علشان يعيد هذا الأمر ويشغل هذا الأمر، وبالتالي أنشأ كمان في النهاردة في الدولة المصرية فيها نائب رئيس وزراء للصناعة الصناعية، وتعطى ملف الوزير كامل الوزير على أساس أن هذا الرجل جه عمل طفرة كبيرة في الطرق والنقل، وبالتالي الصناعة النهاردة هذا الرجل لأنه برضو يعتبر نمط من أنماط الإدارة الفاعلة وله سابقة ناجحة في هذا المجال، عمل قناة السويس سنة، وبالتالي المجال النقل أعتقد أن مصر كلها النهاردة عندها أمل على أن هذا الرجل يعيد التصنيع مرة ثانية، لأن عندما يكون عندنا النهاردة 7000 مصنع أو أكثر غير فاعلين غير شغالين، دي أصول مهدرة وكمان تعطيل لعجلة الاقتصاد. عندما يعاد هذا الأمر أعتقد أن هناك كثير جدا من الأسباب، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع أصول معطلة تشتغل، اثنين هيحتاج إلى عمالة، وبالتالي العمالة دي تشتغل تكون موجودة وتشتغل معانا. الحاجة الثالثة كمان لما نصنع بنوفر في وارداتنا وكمان بنعمل تصدير للخارج ونوفر عملة أجنبية موجودة في الدولة المصرية، ودي مشكلة كبيرة. الحاجة الرابعة إن هو كمان بيبقى عندنا ميزة، لأن التصنيع في حد ذاته هو استغلال موارد وتعظيم قيمة، وهنا بنحول مصانعنا بنحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر وقائم على القيمة المضافة، وبالتالي تتخذ الدولة المصرية في هذه الحالة من مصاف دول نامية أو دول غير متقدمة إلى دول صناعية، وكل الدول الصناعية السبع الكبار الحقيقة نجحت من خلال التصنيع، والتصنيع هو الذي جعلها كبيرة. رؤية متكاملة دكتور محمد، بيتم العمل في أكثر من ملف وأكثر من مجال لدعم الرؤية المتكاملة دي، وتحديدا نقطة إعادة المصانع المتعثرة هو جهد كبير ورؤية أيضا تحترم ولكل منها مشكلاته، فهذا حرص كبير على التنمية الصناعية وتحقيق الاستراتيجية بشكل فعلا يحقق نهضة صناعية واقتصادية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة والمتعلقة بالشأن الاقتصادي. خلال الاجتماع تم تقديم عرض حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي وبرنامج عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024-2025 ويبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5%، وده بحلول عام 2026-2027 مع استهداف لزيادة معدلات النمو لحد 6.5% بحلول 2030، مضيفا كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% وده بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال العام 2023-2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية. كمان تم استعراض ما جرت صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة من بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية. We'll be right back.
هنتكلم مشاهدينا بشكل اكثر تفصيلا مع دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد. دكتور صباح الخير واهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدينا النهارده. اهلا بحضرتك دكتور. الارقام اللي قراتها لميا حول المستهدف من معدلات النمو وكذلك ايضا الاستثمارات، رؤيه حضرتك لهذه الارقام وتحقيقها، ولكن في نقطة معينة أن هذه السيناريوهات الموضوعة من الحكومة تضع في الاعتبار الأحداث المحتملة التي قد تؤثر، وكما نشهد هنالك أحداث كثيرة أثرت على معدلات التنمية وأثرت على الاقتصاد في دول العالم، فأخذ هذا بعين الاعتبار أيضا دلالته إيه يا دكتور بالنسبة لبرنامج الحكومة؟ بكل تأكيد يعني دلالته الرئيسية أنه البرنامج مرن ويتكيف، يعني موضوع للتكيف مع اي متغيرات واي سيناريوهات محتمله سواء كانت على الشان المحلي او الاقليمي او الدولي. نعم. وده كمان بيدينا فرصه للتعامل مع هذه الصدمات وهذه الازمات اللي ممكن تحصل في الفتره المقبله. عشان كده دايما بيكون في سيناريو افضل حاجه، سيناريو لو حصل صدمه سلبيه بشكل معين أو حتى لو صدمة إيجابية بشكل معين هيتعامل معاها إزاي؟ لأنه دايما بيكون في صياغة البرامج الاقتصادية نوع من المرونة للتكيف مع المتغيرات اللي ممكن تحصل. وده اللي يمكن دلالة الأرقام اللي أوضحتها، وده اللي أعتقد بشكل كبير هيجنبنا أي صدمة ممكن تأثر على عدد من المؤشرات الأخرى. طيب دكتور فرج بصبح على حضرتك، وانت عاوزة اعرف ايه اهم التحديات اللي ممكن تواجهنا، خصوصا انه السيد الرئيس امبارح في الاجتماع كان بيتكلم انه صحيح في تحديات اقليمية ودولية، ولكن نقدر منها نعمل اقتصاد قوي ونستخدم هذه الثغرات لانعاش الاقتصاد المصري والصناعة المصرية بشكل عام. طبعا خير على حضرتك يا فندم. هو بكل تأكيد يعني مش كل الصدمات الخارجية ممكن تكون سلبية، يعني خلينا نتفق انه في فترة كورونا فترة الإغلاق اللي حصل الصناعة المصرية حققت جزء كبير جدا من التنافسية وتغطية الاحتياج المحلي، وكمان بدأت إنها تفتح أسواق في الخارج. اللي عايز أقوله إنه في فترة الصدمات أو الأزمات العالمية بتختلط فرص لبعض القطاعات اللي ممكن تكون فيها ميزة نسبية، إن القطاع الصناعي بالتحديد ينخرط في سلاسل الإمداد العالمية ويدي فرصة أكثر إنه يفتح أسواق جديدة في الجانب الافريقي في عدد من الاسواق اللي يكون عندنا ميزه نسبيه فيها الى اخره. فاللي عايز اقوله انه من الممكن في وقت الازمات صناعه الفرص بضوء ما لدينا من مميزات وميزات نسبيه في بعض الصناعات وبعض المنتجات. طيب استغلال الفرص واستغلال الازمات دكتور فرج، وكلام حضرتك ياخدنا لنقطه حضرتك كاستاذ للاقتصاد، بتشوف ايه ابرز المقومات والامكانات المتاحه للاقتصاد المصري بتساعده على النهوض على تجاوز الازمات، سواء موجوده من قبل او تم العمل عليها خلال السنوات الاخيره، فبالتالي عززت من هذه الاحتماليه وعززت من استغلال الموارد وتحقيق التنميه. بكل تأكيد يعني كلام حضرتك ياخدنا لتقرير الكونوكتاد الأخير اللي طلع في أكتوبر الماضي، كان بيتكلم بشكل واضح على إنه في تغير في ملامح الاستثمار الدولي، والتغير ده هيكون لصالح الدول اللي هي قطعت شوط كبير في تهيئة مناخ الاستثمار لديها، وكان ذاكر مجموعة من الدول من ضمنهم مصر. عشان كده ملف الاستثمار على مستوى العالم بيعيد تشكيله مرة ثانية بحيث ما يكونش فيه تركز ليه مناطق انتاج معينه فيحصل فيها مشكله في سلاسل الامداد. عشان كده الفرص اللي ممكن نلاقيها عندنا هنلاقي انه عدد كبير من الفرص تم تهيئتها على الممرات الملاحيه الدوليه لتكون نقطه التقاء لعدد كبير من الصناعات يمكن اضافه قيمه مضافه واعاده توفيرها مره ثانيه. وده اعتقد لو احنا النهارده فتحنا الخريطه الاستثماريه هنلاقي ان ده متفاعل عليها بالفعل، والفرص الاستثماريه متاحه بشكل واضح لكل المستثمرين. الى جانب ان الدوله تبنت رؤيه شامله لتمكين القطاع الخاص، وده اللي هيكون مدخل رئيسي لتحقيق كل المستهدفات الاقتصاديه اللي احنا يعني بنستهدفها خلال الفتره المقبله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل دكتور فرج عبد الله استاذ الاقتصاد.
مشاهدينا، تواصلت الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسكان، وده لمتابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية وآليات الوصول لأهدافها، وده لخفض معدلات نمو السكان وكمان تحسين الخصائص السكانية. الاجتماعات هدفها الرئيسي التأكيد على وضوح الخطة التنفيذية للجهات الشريكة واستثمار الوقت في تنفيذها والوصول إلى المواطن والتوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية. أهمها الحقوق الإنجابية والتسلح بكل آليات إدارة الأسرة وتنظيم عدد أطفالها وتحسين خصائصها السكانية والمباعدة بين الحمل من 3 لـ5 سنوات. تفاصيل أكثر عن هذه أو أهمية هذه الاستراتيجية في العرض التالي. تفاصيل أكتر هنعرفها من دكتور عاطف شيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان السابق. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح الخير، صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن استعرضنا في الخبر بعض الأهداف المتعلقة بالاستراتيجية وكمان المحاور، عايزين نستوضح من حضرتك يا دكتور إزاي بيتم العمل لتطبيق الهدف من هذه المحاور للوصول إلى الهدف الكامل من الاستراتيجية الوطنية للسكان. احنا اولا مهم جدا ننبه ان الاستراتيجية القومية للسكان دي في سياق برنامج او رؤية مصر 2030. يعني من المهم ان احنا نربط هذه الاستراتيجية باهداف مصر التزمت بيها قدام المجتمع الدولي ستنتهي في 2030، ودي مرحلة اتفق عليها العالم من 2015. صحيح. وانا اناشد الاعلام دايما ان هو يهتم بمتابعه التقدم حتى 2030، لان ده هيبقى تاريخ فارق بالنسبه لمصر. النقطه الثانيه، الاستراتيجيه الوطنيه دي برضو في سياق يعني خطه الدوله للتنميه، ليست بعيد عنها، هي جزء لا يتجزأ منها بجانب الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية التي يتم استخدامها في الوقت الحالي أو إعدادها. كلها بتصب يعني بالنسبة للسكان اللي هي السيطرة على النمو السكاني والوصول بمعدل الإحلال، بمعدل الإحلال اللي هو إيه؟ اللي كل أسرة تكتفي في المستقبل بمتوسط 2 فقط لكل أسرة، وده هدف ليس سهل. إحنا دلوقتي حوالي 3، وعندنا يعني يمكن الناس تفتكر ان المشكلة دايما في الريف فقط، ولكن المشكلة دايما في الطبقة المتوسطة اللي هم احنا. طيب دكتور الرؤية دي المخطط لتنفيذها ايه؟ بدأتوا العمل على ايه وحتى الوصول الى التغيير الكامل في 2030؟ هقول لحضرتك ببساطة برضه. يعني الاستراتيجية علشان الناس تبقى عارفة ان هي بتتكون من جزئين كبار، الدولة عليها انها تعرض خدماتها بشكل نقول سهل الوصول اليه من خلال الوحدات الحكومية، وحدات تقديم الخدمة الحكومية، ومن خلال القطاع الخاص والجامعات الاهلية لتوفير خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة. في المقابل الناحية الثانية لازم الطلب يكون عالي، الطلب على هذه الخدمات من الأسر، لازم يكون الناس محتاجة هذه الخدمات وبتدور عليها. علشان كده
لما بتتكامل الجهود بتبقى النتائج واضحه يعني. طب خليني دكتور اسالك، هل في زي قاعده بيانات كده اللي هو بتستهدفوا فيها الاماكن اللي مكتظه مثلا بالسكان، اللي بيبقى فيها عدد الاطفال بيبقى اكتر شويه، اللي ثقافتهم يمكن يعني بتستوعب انه كل ما عندي اطفال اكتر فده كويس وعزوه والكلام ده كله، ولا لا يعني؟ وكمان كنت عاوز اسالك على انه كان في دعايه من زمان وكان في العمل على موضوع تنظيم النسل، اشتغلنا عليه في مصر من سنين طويله قوي وكانت نجاحته متباينه شويه، فايه الاليات في التنفيذ علشان نوصل لمستوى كويس؟ انا هو سؤال جيد. شكرا. اولا لازم نفهم ان مصر في وقت من الاوقات نجحت نجاح مبهر زي ما انت حضرتك بتقولي ده، يعني احنا كنا في المتوسط 5 و6 اطفال لكل اسره، دلوقتي احنا حوالي 3 لكل اسره في الوقت الحالي يعني. علشان اوصل للي حضرتك بتقوليه ده لازم، واعتقد الاستراتيجيه بتقع على النقطه دي اللامركزيه، لازم الجهات المحليه او الادارات المحليه من اول المحافظين وانت نازله حضرتك اللي هي خطوط المواجهه مع الجمهور، لازم يكون في خطط منفصله لكل محافظه، لازم كل محافظه تدار بشكل مختلف وادوات مختلف تتلائم مع احتياجات الشعب اللي موجود هناك، المواطنين اللي موجودين هناك. ما ينفع سوهاج والآليات التي يتم استخدامها في سوهاج والمنيا وأسطوط يعني لا تلائم في بعض الأحيان. صحيح. الناس اللي قاعدة في المنصورة واللي قاعدة في جنوب سيناء فكل الاستراتيجية اللي حضرتك بتشوفيها دي وبتتكلم عنها هي استراتيجية على المستوى المركزي بتحط سياسات عامة انما واهداف عامه، انما الاهداف القياسيه واداره البرنامج هي علشان نحصل على نتائج معينه لازم تكون تحت النتائج. مهم جدا اذكر ان النتائج علشان نعرف احنا بنتحرك صح ولا غلط، هناك مسوح يتم تنفيذها بشكل منتظم من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحياء. هذه المسوح بتطلع نتائج على مستوى المحافظات. من المهم من الاداره المحليه اللي هي اداره ليست سهله، هي اداره معقده طبعا، لان المحافظ بيمسك المحافظه بيكتشف ان الخطه يعني موجود لها كل في ادوار كثيره وجهات كثيره مسؤوله عن التنفيذ، من التعليم والشباب والصحه والاجتماعيه كل دول لازم بيجي ساعتها نتكلم على التنسيق، لازم كلهم يبقوا عارفين ان في اهداف واضحه، لازم اهداف الدوله يعني اعلنتها ولازم نكون فاهمينها زي بعض، لازم يكون في اليات تواصل، ما عادش الورق ينفع، ما عادش دلوقتي حقيقه يعني الملف كبير جدا وقوي جدا وان شاء الله يتم تنفيذه على اكمل وجه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان السابق. حيرى يعني فاكره زمان كان في اعلانات بتاعه تنظيم الاسره، الراجل مش بس كلمته، الراجل برعايته وبيته واسرته، كفايه كانت حاجات كتير مهمه جدا، فيا رب ان شاء الله يحققوا النتيجه. الزياده السكانيه بتاخد من التنميه وبتاثر عليها طول الوقت، مهما بنينا مهما عملنا يا لميا فعلا. طيب مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لقطاع الصحة والمبادرات الصحية. النص الأول من العام الجاري شهد إصدار 1,822,077 قرار علاج على نفقة الدولة، وده بتكلفة إجمالية 10,165,940,000 جنيه، ده في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم. وصل إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة 1,528,460 مواطن، وشملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات عديدة. تفاصيل أكتر هنعرفها في العرض التالي ونرجع مرة تانية.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم الكشف على 140 ألف طالب وطالبة في محافظات التشغيل الرسمي للتأمين الصحي الشامل حتى الآن، وده ضمن حملة اطمن على ابنك للعام الدراسي 2024-2025. الفحوصات الطبية للطلاب بتشمل كشف عام من طبيب الأسرة وتقييم تمريضي كامل للطلاب وقياس للنظر وكشوفات جلدية وإعاقات ذهنية وبصرية وسمعية وأسنان وتحاليل شاملة وصورة دم كاملة وفصيلة الدم. تفاصيل كتير صحيحة في المبادرة دي، ولكن هنعرف تفاصيل أكتر عن نتائج الحملة في العرض التالي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، ومعانا الدكتورة مروة موافي مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية للجان الطبية والعلاجية والتأهيل، اتكلمنا على تفاصيل هذا المشروع. صباح الخير يا دكتورة. على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كلمنا على تفاصيل هذا المشروع وهذه المبادرة وأهميتها للطلاب ولزويهم كمان. حملة طمن على ابنك بتطلق هيئة الرعاية الصحية للرابع سنة على التوالي. السنة دي الحملة انطلقت في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، المحافظات المنضمة لهيئة التأمين لنظام التأمين الصحي الشامل. احنا الحملة بتبدأ بإن احنا بنكشف على الطلاب في بداية كل مرحلة تعليمية، يعني الأطفال المتقدمين لكي جي 1 والسنة الأولى ابتدائي والسنة أولى إعدادي وسنة أولى ثانوي. دكتور كمل يا دكتور. اتفضلي حضرتك. لا لا سمع حضرتك اتفضلي. الهدف منها يا دكتور؟ الهدف من الحمله ان هو يبقى فيه كشف مبكر لاي امراض ده ممكن تكون عند الطلبه، نلحق ان احنا نكتشفها مبكرا ونعالجها مبكرا عشان ما يحصلش اي مضاعفات. ومنها كمان ان احنا بندي رساله توعيه لاولياء الامور اللي بيجوا بالاطفال علشان لو في اي حاجه مستاهله ان احنا نوجه، لو في سمنه، لو في تقزم، لو في اي حاجه ممكن نقدر نحمي بيها الاطفال، بنوجه رسائل ارشاديه لاولياء الامور. ده نتاج تعاون بين التأمين الصحي وحياة كريمة، مظبوط؟ هي المبادرة دي هي في المحافظات اللي دخل فيها نظام التأمين. دي نقطة كنت عايز أسأل حضرتك عليها يا دكتور، ليه المبادرة مخصصة للمحافظات دي بس، وهل في حاجة مماثلة ليها بتقدم للطلاب أيضا ليستفيدوا من الخدمات الصحية هم وذويهم في المحافظات الأخرى؟ هي المحافظات دي اللي هي المحافظات اللي انضمت لمنظومة التأمين. مظبوط، ولكن الطلاب في كل مدارس الجمهورية، فاحنا بنسأل حضرتك عن ارتباطها بالتأمين الصحي ولو ليها مبادرات مماثلة أو خدمة مماثلة أيضا في المحافظات الأخرى لكل الطلاب. هي في مبادرات رئاسية بتنطلق في المحافظات زي محاربة السمنة والتقزم والأنيميا واكتشاف الإعاقات زي إعاقات السمعية، وكل المبادرات دي بتنطلق في كل المحافظات. صحيح، وهي ذات وهي كمان نفس المبادرات دي المتعلقه بالسمنه وغيره موجوده كمان في محافظات التامين الصحي الشامل. طب هل في معلومه عن وجودها في المحافظات الاخرى، ولا الامر برضو مرتبط بدخول التامين الصحي الشامل لكل المحافظات؟ احنا هيئه الرعايه الصحيه، احنا واحده من احد الهيئات المنضمه لنظام بتمثل نظام التامين الصحي الشامل. عشان كده احنا المبادرات بتاعتنا كلها بتنطلق في المحافظات المنضمه للتامين الصحي الشامل، انما المحافظات الثانيه بينطلق فيها برضو مبادرات رئاسيه للاطفال وبينزل حملات للمدارس وللفصول في المدارس. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور مروه موافي مساعد المدير التنفيذي لهيئه الرعايه الصحيه للجان الطبيه والعلاجيه والتاهيل. بدماء الشهداء والابرياء، يصنعون ملحمة البقاء،
حيث يولد الصبر من قلب المعاناة، ورغم الأسى تستمر الحياة، يجتازون الألم تحت ظل العلم. يتشبثون بأرضهم على مر الزمن، يذودون بالروح عنها وإن عز الثمن. هم الآتون من وحي حطين، السائرون على خطى صلاح الدين. هم أهل فلسطين العزة، وفي القلب منها قطاع غزة. عنوان الفداء وأرض البطولة والكبرياء. تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالا هاتفيا من ديفيد لامي وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية. الاتصال والذي يعد الثاني في فترة قصيرة يعكس العلاقات الهامة التي تربط مصر والمملكة المتحدة، أخذنا في الاعتبار الاهتمام المشترك لتبادل وجهات النظر والتقييمات إزاء تطورات القضايا الإقليمية. الوزير عبد العاطي حرص خلال الاتصال على استعراض التطورات الخاصة بالحرب في قطاع غزة وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للقطاع، مؤكدا على عدم وجود بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة الأراضي، وأيضا أهمية اعتراف كافة الدول بالدولة الفلسطينية المستقلة حفاظا على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد للتوصل إلى السلام في المنطقة. وزير الخارجية المصرية حذر أيضا من خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة وما تؤدي إليه من توتر وتصعيد على مسارح عديدة في المنطقة بما في ذلك لبنان وأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التجاوب مع مساعي وقف الحرب بشكل فوري. مشاهدينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا، وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام. دكتور صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. صباح الخير عليك يارا، وصباح الخير عليك لامي. صباح الخير عليك يا أهلا دكتور. بحضرتك دكتور أحمد، هذا الاتصال الثاني بين وزير الخارجية والهجرة المصري وأيضا نظيره البريطاني، وهو الثاني في فترة قصيرة، ولكنه بشكل عام هو ضمن نشاط مكثف لوزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي على مدار الأيام الماضية لاحتواء الأوضاع والعمل على التهدئة. إزاي حضرتك بتشوف هذا الجهد المصري على مستوى الخارجية والدبلوماسية المصرية وأهميته أيضا في هذا التوقيت ودلالته على حرص مصر على استقرار المنطقة؟ هو بالطبع يارا هذا الاتصال بيعكس التحركات المصرية الحديثة على كل المستويات، خاصة مستوى المتعلق بجهود مصر لنزع شكيل التوتر والتصعيد في المنطقة ومنع انجراف المنطقة إلى حافة الهوية، في ظل أن اليمين الإسرائيلي انتصر يقود المنطقة من خلال إشعال الحرائق. خلال الأيام الماضية تكثف مصر اتصالاتها، رأينا وزير الخارجية المصري يستقبل وزير الخارجية التركي ثم أيضا وزير الخارجية اللبناني، يجري اتصال مع القوى المؤثرة وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني وغيرها من الاتصالات التي تعكس حقيقة أن مصر هي تمثل تيار الاعتدال والحكمة والوسطية، وتعتبر أن أي تصعيد هو ليس في صالح أي طرف، أن التصعيد لن يحقق أي مصالح
وأنه يقود المنطقة إلى الهوية، ومن ثم لابد أن يكون هناك تحرك شامل لمنع هذا التصعيد، ليس فقط على المستوى الأمني ووقف التصعيد المتبادل، ولكن أيضا العمل على حل سببات هذا التصعيد من جذورها. صحيح، من جذورها. وفكرة توسيع الاتصالات وتكثيفها دكتور أحمد، يعني إضافة لكلام حضرتك بالأمس كان في اتصالات مع وزراء خارجية العراق والمغرب وقبرص، والآن هناك اتصالات تجرى بالفعل مع وزير خارجية البرازيل والإمارات ومع مسؤولين عدة في أوروبا، فنشاط لا يتوقف. وبالطبع هذا النشاط بيعكس أولا مسؤولية مصر ودورها كدولة ثقة إقليمي هي مؤثرة وتقود دائما التفاعلات، وأن مصر دائما هي محور الدبلوماسية ومحور التحرك السلمي ومحور الدعم وتعزيز الاستقرار. النقطة الثانية أيضا أن مصر لديها مقاربة شاملة، يعني أولا أن يكون هناك علاج جذري لهذا الصراع من خلال أولا وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن استمرار هذا العدوان هو الذي يغذي البيئة الصراعية في المنطقة. الأمر الثاني أيضا العمل الحل السياسي لهذا الصراع، لأن كل ما يحدث هو عرض لمرض، وأن استمرار الاحتلال وغياب أفق التفاوض السياسي وغياب حل عادل ودائم للدولة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 هي السبب الأساسي وراء كل هذا التصعيد. ودائما الرئيس سيسي منذ فترات مبكرة قال أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن غياب حل هذه القضية يعني أن المنطقة ستظل في دوامة من العنف والعنف المضاد وحالة من التصعيد. طيب دكتور أحمد، ليس في مصلحة أي طرف. دكتور أحمد، بالرغم من المساعي الصادقة للدولة المصرية في حل هذه القضية ووقف نزيف الدم وغيره من الأمور، لكن ما زالت إسرائيل بتقوم بالمجازر وبتقوم بالاعتداء على إنسانية الشعب الفلسطيني. يعني يمكن آخرها الصحة الفلسطينية امبارح قالت إن في 1.3 مليون لقاح لشلل الأطفال للأطفال هناك إسرائيل منع دخولها. اتكلمت كمان على أكثر من 100,000 طن من النفايات موجودة في وسط المدينة، مما يؤدي إلى أمراض وأوبئة وانتشار كتير من الأمراض المعدية وغيرها، ولكن لا يتم السماح لأي حد إن هو ينقذ هؤلاء البشر. كمان اتكلموا على تسريب مياه الصرف الصحي بعد تدمير 8 مضخات صرف صحي بيدخلوها على الناس في بيوتهم وفي الشوارع وفي الخيام وغيره. كيف ترى ذلك؟ وبالطبع لم هذا جزء من السياسة ومنهج إسرائيل وحكومة الحرب في تجويع الشعب الفلسطيني ودفع إلى التهجير القسري. الفلسطينيين من لم يمت بالصواريخ والدمار والقتل يمت بالأمراض، يعني عادة أمراض مثل الكوليرا، تفشي قطاع غزة، الالتهاب الكبدي الوبائي، منع إسرائيل دخول الأغذية، كلها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية. لكن أنا في اعتقادي أن المشكلة الأساسية هي في هذا الصمت الدولي، في هذه الازدواجية في المواقف الدولية. ماذا حدث؟ ماذا كان سيحدث لو أن ما حدث للفلسطينيين حدث لشعب إسرائيل أو لأي شعب آخر؟ هل كان العالم سيقف يتفرج؟ بالعكس، كان سيهب ويقول أن هذه جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية. يعني وزير الخارجية البريطاني أمس قال أن تجويع الفلسطينيين عمدا هو جرائم حرب، ومع ذلك الغرب لا يتدخل، لا يضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية. هذا الميوعة الغربية وهذا يعني هذا الضعف وهذا التراخي وهذه الازدواجية، أولا هي من شجعت إسرائيل على المضي قدما في جرائمها، في جرائم الحرب وتحدي الشرعية الدولية وتحدي كل القوانين والأعراف الدولية وقوانين يعني منع الإبادة الجماعية وغيرها. الثاني أن الغرب أيضا يقدم التبرير لإسرائيل، وبالتالي تظل في هذه الدوامة حكومة الحرب تراهن تحاول كسر الحقيقة. هو الغرب مش بيقدم التبرير بس لإسرائيل، لكن بيقدم له الغطاء السياسي والعسكري والمالي وغيره من الأمور. الحقيقة بشكرك دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، شكرا جزيلا. مهرجان العالمين مهرجان متكامل يشمل كل أشكال الفنون والترفيه، وفي هذا الإطار وفي إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات العالمية أنها تقدم كل الفنون، تم تقديم فنون شعبية وعروض ممتعة ضمن مهرجان العالمين بالتعاون ما بين الشركة المتحدة للخدمات العالمية ووزارة الثقافة. شمل تنظيم عدد من العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية وعروض السيرك من مختلف محافظات
مصر، والعروض دي بتقدم مجانا للجماهير في المنطقة الشاطئية والترفيهية. هنشوف الصورة على الأرض وهنعرف تفاصيل أكتر في هذا التقرير اللي عدته لنا الزميلة ندى السرور مراسلة إكسترا نيوز. تحياتي كل مشاهدي اكسترا نيوز من المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة. تتميز المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين انها فيها اكبر عدد من الانشطة المختلفة لاستمتاع كل زوار مدينة العالمين من خلال الفنون اللي بتقدمها كل يوم. كل يوم في فنون مختلفة وكل يوم في رياضات مختلفة من داخل المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين. تعالوا نشوف ازاي الناس في مدينة العالمين ومنطقة الترفيهية بيستمتعوا بأوقاتهم. حضرتك احنا عندنا فقرات مهرجين، عندنا كاوتشو، عندنا فقرات كتيره زي ما انت شايفه. الجمهور بيتفاعل مع فقرات السيرك والساحر. انا بحب اسعد كل الاطفال اللي بتيجي عشان العاب السيرك بتبقى جميله جدا وبتسعد الناس كلها. لا جميل جدا، يعني السنه دي انا كنت السنه اللي فاتت فيها، السنه دي في حاجات كتيره احدث كتير اكتر من مره وبقت حاجات كويسه جدا يعني بجد. احنا تاني مره نيجي هنا، السيرك القومي بيشارك للمرة الثانية في العالم عالمين، بنشارك الأطفال معانا، بندي هدايا، بنلعب مع الأطفال. السيرك دايما موجود في أي مكان الحمد لله رب العالمين، وإحنا مبسوطين إن إحنا موجودين يعني في المكان. طبعا جميلة جدا، يعني في فعاليات كتيرة جدا والإقبال عليها كبير جدا، يعتبر إعجاز يعني عشان تعمل في العالمين الجديده المنشآت دي كلها في الفتره دي كلها في خلال 4 سنين أو 5 سنين. لا اعجاز بكل المقاييس، اعجاز. عروض جميله جدا جدا واحنا كلنا مبسوطين، احنا والاولاد، واحنا اول مره نيجي العالمين هنا، فهو حاجات مجانيه اهم حاجه للجمهور وحاجات جميله جدا. يعني نشكر فخامه الرئيس ان هو عمل لنا حاجات جميله زي كده وان متاحه لجميع الشعب يعني يخشها. لا حاجات كويسه هنا وحاجات برضو رخيصه ومناسبه للناس كلها اللي عايزه الصيف هنا، والدنيا حلوه جدا هنا ان شاء الله. هو بامانه حاجه جميله بامانه ومبسوطين وفرحانين فيها، وما شفناش حاجه كده بامانه قبل كده، وهي بامانه مبسوطين والعيال كده مبسوطه وكلنا فرحانين بامانه. وزي ما انتم شايفين فعاليات مهرجان العالمين الجديدة مستمرة بالتزامن مع تحضيرات لانطلاق فعاليات رياضية في تنس الطاولة، في تحضيرات للعرض المسرحي اللي بينتظره كتير من الناس وهو مسرحية السندباد واللي هيستمر عرضها على مدار 3 أيام. في نفس الوقت بيستعد المهرجان لاستقبال الفنان عمرو دياب، وده لإحياء حفل غنائي بكرة الجمعة. تفاصيل أكتر هنعرفها من زميلتنا دنا مدحت. صباح الخير يا دنا. صباح الخير عليك يا لميا، خليني برضه اصبح على يارا وعلى كل مشاهدي اكشن نيوز في كل مكان في العالم. دايما العالمين. خليني اقول لك يعني استكمالا للتقرير واستكمالا لكلامكم، انا بس عايزه اقول لك حاجه في بدايه كلامي يا لميا، انه بالفعل في العديد من الانشطه والفعاليات الحقيقه منذ بدء هذا المهرجان واللي بتستمر فعالياته لحد يوم 30 من شهر اغسطس الحالي. هذه العطله الاسبوعيه الخامسه تحديدا هي يطلق عليها الميجا ستار، لان فيها تنوع كبير جدا وزخم ثقافي وتراثي وفني وغنائي وحتى رياضي. يمكن من اهم الفعاليات التي ستكون موجوده في هذه العطلة الأسبوعية طبعا حفلة الهضبة، نجم الوطن العربي، نجم الأحلى والأقوى هو عمرو دياب، هتكون غدا الجمعة على مسرح الأرينا. هيكون كمان زي ما انت قلتي يا لميا في مسرحية السندباد للنجم المصري الفنان كريم عبد العزيز، هتبقى من النهاردة تبدأ فعاليتها وعرضها من النهاردة 8 أغسطس تستمر لحد يوم السبت القادم يوم 10 أغسطس. الحقيقة ان انا وانا بتكلم عن الفعاليات عايزة اقولك انه مش بس في تنوع حتى في الأذواق، سواء كانت زي ما شفنا خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية حفلات طربية من الطراز الأول، لكن هناك حفلات حتى غنائية شبابية، سواء كانت للأسبوع اللي فات النجم المصري تامر حسني، هذا الأسبوع أيضا للهضبة عمرو دياب. هناك كان عديد من الحفلات الطربية كانت لمجد الرومي، النجم العراقي قادم الساهر. الحقيقة مش بس 300 فعالية، لكن هناك مشاركة كبيرة جدا من نجوم الوطن العربي مش بس من الدولة المصرية. السياحة كمان مش بس هناك مترددين من مصر أو حتى دول الخليج، لكن من كل الجنسيات. حتى أنا كنت محظوظة إن أنا بقالي حوالي تقريبا شهر منذ بدء هذا المهرجان تابعنا الفعاليات بشكل كبير وبشكل قوي للغاية. كان هناك عدد من اللقاءات اللي احنا أجريناها مع عدد من السياح
الحقيقه هم مبسوطين جدا، مش بس بحلاوه الجو والمناخ المعتدل طول السنه، مش بس في موسم الصيف، لون البحر كمان، بالفعاليات بالانشطه، ان كمان المهرجان هو مش مخصص لفئه بعينها، يمكن حتى لو اي اسره جت هنا في فعاليات للاطفال. يمكن زي ما انتم عارفين، خليني برضو اقول لكم انه في بدايه المهرجان تم الاعلان في المؤتمر الصحفي اللي عقدته الشركة المتحدة للخدمات العالمية، أعلنت عن عدد من المهرجانات، منهم مهرجان نبتة اللي هو مخصص للأطفال. ففي فعاليات كتير قوي للأطفال، فعاليات للشباب بالأنشطة الرياضية، ريد بول كمان عاملة العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات اللي تتواجد في الملاعب، هناك كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، لعبة البادل. الحقيقة إنه العديد من الأنشطة الرياضية. أيضا كمان في مهرجان الطعام، واللي بيبقى فيه مسابقة اسمها بايتس باي ذا سي، هي من بتجيب اشهر الطهاه في العالم، وهي تعتبر من احلى واشهر المسابقات. ده تحديدا هنيجي كلنا نحضره يا دانا، يعني اللي انا عايزه اقوله لك ده تحديدا هنيجي كلنا نحضره. اكيد لازم بصراحه لازم. خليني دانا اسالك لازم. عن تنظيم كل الفعاليات دي، اكتر من 300 فعاليه، فكره جدولهم، مراعاه المواعيد، ده معمول ازاي من القائمين على المهرجان؟ لانه وجود التنوع ده بيخليني عندي رغبة أشوف كل الحاجات دي، ما فوتش على الأقل أحداث أنا مهتمة بيها ومن هواياتي ومن المفضلات عندي، وكمان قرب الأماكن من بعض، سهولة الحركة، كل التفاصيل المتعلقة بإزاي نستمتع بالفعاليات اللي موجودة. بصي يا يارا، أنا عايزة أقولك هي فعلا من مدينة الألغام لمدينة لا تنام، مدينة البهجة، مدينة السعادة. وإحنا بنتكلم إنها مدينة لا تنام، نقصد بيها إنه فيها فعاليات وفيها أنشطة، تقدري تعملي أي حاجة نفسك فيها من ساعة ما بتصحي لحد ما تنامي. فيها تنوع في الأنشطة، يعني الناس اللي بتحب الصبح بدري تصحي الصبح بدري تروح البحر، ده طبعا موجود. عايزة تروح رياضة، هناك العديد من مراكز صحية، جيم في كل مكان، في تنوع حتى وفرايتي كبيرة قوي في المطاعم وفي مراكز التجميل، مراكز الصحية. فالناس اللي بتحب الحفلات تقدري تسهري طول الليل، الناس اللي بتحب الاكل هناك تنوع في الاذواق، كل المطاعم زي ما قلت لك حتى امبارح في ديفرنت كوزينز، يعني مطاعم شرقيه، مطاعم مصريه، مطاعم ايطاليه، مطاعم لبنانيه. فالحقيقه انه هناك تنوع في كل حاجه. بالنسبه للمواعيد زي ما انا هرجع برضه هقول لك، فعلا في يعني مراعاه انه فعاليات رياضيه بتبقى تقريبا في وقت الصبح، وقت السانست في برضه فعاليات رياضيه مختلفه، مساله الحفلات، العروض المسرحيه بتبقى فترة الليل يعني بعد الساعة 8 بالليل تقريبا. فأنا عايزة أقول لك الجدول هنا هيبقى مزدحم للغاية، فلازم تبقي تيجي كلك نشاط علشان تقدري فعلا تواكبي الفعاليات، وعندك طاقة علشان تقدري تعملي كل حاجة نفسك فيها. أنا بس عايزة أضيف برضو جزئية مهمة جدا، إنه وانت بتتكلمي عن سهولة الحركة، الحقيقة يارا دي نقطة غاية في الأهمية، لأنه الدولة المصرية راعت هذه النقطة بشكل كبير جدا، وده هدف من أهداف هذا المهرجان، مش بس الترويج للسياحة المصرية في الدولة المصرية، لكن حتى التأكيد على جهود الدولة المصرية في التنمية، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم هذه الجهود لتطوير كل الوجهات السياحية والساحلية أيضا في الدولة المصرية. لذلك هي إنجاز عمراني حقيقي ينسب للقيادة السياسية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرمز بالفعل لقدرة المصريين إن هم دائما في إصرار على الأفضل وإصرار للتغيير للأحسن. لذلك هي بالفعل تحولت من مدينة الألغام لمدينة البهجة والسعادة. وهذا المهرجان الحقيقة هو يتوافق بشكل كبير حتى مع استراتيجيات اللي تطلقها الشركة المتحدة للخدمات العالمية بهدف دعم التنمية في الدولة. وعايزين كمان دانا نأكد على الناس انه في باصات بتتحرك من الجيزة او من اسكندرية لحد مدينة العالمين باسعار رمزية جدا، وانه كمان مهرجان العالمين ومدينة العالمين بشكل عام كل الأسعار بتبقى مناسبة لكل فئات الشعب المصري، مش محتكرة فئة معينة، لازم نأكد على ده. كمان عاوزة أكلمك في موضوع التنظيم، يعني احنا كنا مستهدفين 3 مليون سائح سواء داخلي أو محلي أو دولي جاي مدينة العالمين، أعتقد هذه النسخة حقيقي. أعتقد أن احنا تخطينا العدد ده. التنظيم اتكلمنا فيه أنه تنظيم جيد جدا ومحترم جدا، لكن كمان كلميني عن الجنسيات، مين أكثر جنسية حابة قوي مدينة العالمين؟
لا مفيش جنسيه حابه مدينه العلمين، هو كل الجنسيات يا لمية صراحه. يعني بقول لك انا كنت سعيده قوي باللقاءات حتى او حتى كلامنا بشكل عام مع كل السائحين والمترددين على المدينه، جنسيات عديده جدا كلهم مبهورين بحلاوه المدينه، جو المدينه، البحر. بيقول لك طبعا انه مفيش لون بحر في العالم ولا تقولي لي اي مكان يعني يضاهي حلاوه مدينه العلمين وسحر وجمال هذه المدينه الحقيقه. برضو عايزه اقول لك مساله الاسعار، زي ما قلت ان هي مش مخصصه لفئه بعينها، هي لكل الفئات العمريه ولكل الفئات، يعني سواء كان كل اللي يقدروا على مدينه العلمين سواء محدودي الدخل او غير كده، الحقيقه هي مناسبه للجميع. كما برضو تعلمين تم اطلاق الشاطئ، شاطئ مجاني مدينه العلمين لكل المواطنين في الدوله المصريه، لذلك الدوله المصريه دايما بتراعي كل الفئات اللي موجوده في داخل الدوله. انا برضو عايزه اقول لك واحنا بنتكلم عن مساله يعني المساله الجزء المادي وكده، كمان حتى من ضمن البيانات اللي طلعت في مهرجان العلمين في بدايته الشهر الماضي، تم ايضا تخصيص حوالي 60% من ارباح هذا المهرجان تعود لدوله فلسطين الشقيقه، لذلك الدوله المصريه بتراعي كل الجهات وكل الجبهات، وهي مش محتاجه اتكلم عن جهودها ايضا في هذه النقطه. انا عارفه ان انتوا عايزين تروحوا لا ده احنا لسه مكملين معاكي حوالي دقيقتين، بس النقطه اللي لها علاقه بالجانب المادي برضو عايزين نوضحها للسادة المشاهدين. فكرة وجود الشواطئ المجانية، فكرة انه ممكن يستمتعوا بالفن اللي بيقدم من خلال العروض المجانية اللي على الشاطئ، الاستمتاع اصلا بالحفلات صحيح. من خلال الشاشات اللي بره، فالصورة دي من وجودك على الارض هناك تقولنا يعني الفكرة اللي احنا بنتكلم فيها، الاستمتاع أكيد. الكامل بالمجانية جاية منين؟ انا هقولك يا يارا، هقولك يا لمية، بس يعني برضو ده لا يغنيكم ان انتوا لازم تيجوا وتشوفوا بنفسكم بصراحه، لانه اكيد انا بحاول انقل الفايبس الحلوه قد ايه احنا مبسوطين هنا في مدينه العلمين، بس انتوا لازم فعلا تيجوا وتشوفوا. انا عايزه اقولك بالمناسبه دي انه زي ما انا قلت في بدايه كلامي في تنوع في الاذواق، هناك تنوع ايضا في المسارح، منهم مسرح الشارع اللي بيتيح بالمجان مشاهده كل الفعاليات وكل العروض الفنيه. يمكن هذا الاسبوع هذه العطله الاسبوعيه هناك ايضا تنوع في العروض الفنية، هناك عروض شعبية مثلا في فرقة الأنفوشي، فرقة مطروح، فرقة الإسماعيلية، فكل الفعاليات التي تقام على مسرح الشارع هي يمكن مشاهدتها بالمجان لكل المترددين والوافدين والزائرين لمدينة العلمين الجديدة. طبعا مسرح الأرينا مثلا هيكون في النجم والهضبة عمرو دياب غدا الجمعة الموافق 9 من أغسطس، كل التذاكر طبعا هي خلصت يمكن أكتر بقالها من أسبوع، وهناك إقبال كبير جدا وتنظيم الحقيقة قوي أكتر، أشاهد بي حتى إشادة دولية وإشادة عربية وإشادة مصرية وكل خبراء السياحة والاقتصاد. كمان في نقطة مهمة، مسألة التفاعل مش بس في المسارح، الحقيقة يمكن تم عرض من حوالي أسبوعين تصوير حلقة للإعلامي الجميل شريف مدكور، كان هناك نوع من الشفافية والتفاعل كبير جدا ما بين شريف مدكور وما بين كل السياح أو المتفرجين على هذا التصوير. كان أيضا الفنانة جميلة جدا إسعاد ديوني صاحبة السعادة، كان هناك تصوير لحلقة ليها برضو في مدينة العلمين. فبصراحة يعني إحنا بنشكر الشركة المتحدة على هذا التنظيم، على التنوع الكبير جدا في اختيار مش بس الفعاليات والأنشطة صحيح. الرياضية، لكن هناك حضور كبير جدا لنجوم الدولة المصرية والوطن العربي. أنا هوافيكم بكل ما هو جديد بالتأكيد على مدار الأيام بالتأكيد، ودايما بنسعد بالمتابعة ونقل الصورة. يا دانا زميلتنا دانا مدحت مفادت إكسترا نيوز بنشكرك جدا، وعايزين نقول نقطة متعلقة بالمهرجان وجدول المهرجان، إنه أنت لو عامل ليومك جدول للمهرجان ونازل تحضره، ده مش معناه إنه الفعاليات دي مش هتقتحمك. لو ماشي بعربيتك أو ماشي بعربيتك رايحة حدث، هتلاقي وأنت ماشي في أحداث تانية بتنزل تتفرج عليها وبتشوف عليها تفاصيل كتير. صحيح، كرنفال مفتوح، مهرجان مفتوح صحيح فعلا. صحيح، شكرا لك يا دانا. صحيح صحيح، شكرا لك، بشكرك شكرا جزيلا دانا. ودلوقتي معاد موجز التاسعة صباحا مع زميلتنا ناردين حبيب، اتفضلي ناردين. صباح الخير يا لميا ويارا، صباح الخير مشاهدينا، والآن مع موجز الأهم وآخر الأنباء. أتى
التاسعة صباحاً السادسة بتوقيت غرينتش موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر. جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث وجه الرئيس السيسي باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعات المصرية بالسوقين المحلي والخارجي. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن المجموعة الاقتصادية الوزارية تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة استهداف التضخم من خلال وضع سياسات لكبحه لضمان شعور المواطن بانخفاض الأسعار. وخلال ترأسه بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديد اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أشار مدبولي إلى أن هناك دعما كاملا لسياسات البنك المركزي التي تستهدف مواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف وتحديد سعر العملة المحلية وفقا لآليات العرض والطلب لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي ودعم قدرته على مواجهة الصدمات وصياغة خطط عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة، بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبي مستقر. تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث أكد أن مدينة العالمين الجديدة أصبحت مدينة جاذبة للسياحة. جاء ذلك خلال تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق لهم المنطقة الترفيهية على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وخلال الجولة استمع وزير الاستثمار لشرح تفصيلي من الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عن الخدمات المقدمة في مهرجان العالمين الجديدة، حيث أشاد وزير الاستثمار بفعاليات المهرجان في نسخته الثانية ومستوى الخدمات في مدينة العالمين الجديدة. وفي الوقت نفسه تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والوفد المرافق لهم منطقة الحفلات الكبرى على هامش فعاليات مهرجان مدينة العالمين الجديدة، كما تفقد منطقة أرض المعارض وعدد من المشروعات الصغيرة. أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، حيث تناول الاتصال تبادل الرؤى والتقديرات حيال تطورات الوضع في قطاع غزة. كما استعرض وزير الخارجية نتائج الاتصالات المكثفة التي قام بها على مدار الأيام الماضية بهدف احتواء التصعيد القائم والحيلولة دون اتساع رقعة المواجهات بشكل يمس استقرار الإقليم بأكمله ومصالح شعوبه. وتم التأكيد على أهمية وقف الحرب على قطاع غزة في أسرع وقت باعتبارها السبب الرئيسي في زيادة حدة التوتر والتصعيد غير المسبوق في المنطقة. جدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على ضرورة وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مشددا على مسؤولية الدول الكبرى والمؤثرة في التدخل والضغط على إسرائيل للتوقف عن اتباع سياسة حافة الهوية والاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبو زيد أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. أكد فيه عبد العاطي على أنه لا يوجد بديل عن حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية وذات سيادة.
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بالاستفزاز الواسع النطاق من كييف بعد توغل بري أوكراني في منطقة حدودية روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أحبطت تقدما للقوات الأوكرانية في داخل المنطقة الحدودية بين البلدين، وأضافت أن روسيا واصلت قصف القوات الأوكرانية في منطقة كورسك بجنوب روسيا وأن العملية مستمرة. يأتي هذا بينما غادر الآلاف من الأشخاص من منطقة كورسك الروسية الحدودية منذ أن أطلقت أوكرانيا عملية توغل بري قبل أكثر من 24 ساعة. وقال الحاكم الإقليمي إن الآلاف من الأشخاص غادروا منطقة القصف عبر وسائل نقل خاصة. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، وعودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع يارا مجدي ولميا حمدين. شكرا لك ناردين. بعد قليل معادنا مع فقرة استوديو هذا الصباح، وهنتكلم عن بداية العد التنازلي لتسجيل الرغبات في المرحلة الأولى للتنسيق الجامعي، واللي بتعد مرحلة حاسمة في حياة كل طالب، وتزداد الحيرة لدى الطلبة عن كيفية اختيار الكلية المناسبة. ويكون معادنا النهاردة مع دكتور محمد خليل موسى الاستشاري التعليمي والأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ليجيب على كل التساؤلات. حضراتكم مرة تانية مشاهدينا. بدأنا العد التنازلي لبداية المرحلة الأولى لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد. ببساطة كده دخلنا في الجد أو تكليل فترة المجهود والتعب بتاعت الثانوية العامة إن شاء الله بالنجاح، ومسار الرحلة اللي هتمشوا فيها إن شاء الله حتى تتخصص وتشتغلوا. وعشان المرحلة دي أغلبنا بيعتبرها بداية الرحلة زي ما بقول لحضراتكم اللي هتأهلنا لسوق العمل وتبقى صاحب شغل في تخصص معين، فكل الطلاب بيبقوا أكيد متوترين وأكيد قلقانين، وده طبيعي جدا بالمناسبة. هم مش عارفين إزاي يختاروا الكلية اللي بتتوافق مع قدراتهم ومواهبهم، وكمان تكون
مستقبليا مضمونة ومواكبة لسوق العمل اللي بيتغير يوم عن يوم، والفترة دي بيشهد تغيير كبير جدا. كمان التعليم الجامعي بقى تخصصاته كتير قوي مش زي زمان، بقى عندنا دلوقتي أنواع جامعات وتخصصات جامعات جديدة زي الجامعات التكنولوجية اللي بتفرضها طبيعة العصر بالتأكيد. وعشان كده وتفاصيل أكتر وإزاي ده يحصل وإزاي يحصل بأفضل طريقة ممكنة هيطول حديثنا في فقرتنا النهاردة في استوديو هذا الصباح، ونجاوب على أسئلة كتير جدا، وإن شاء الله نخرج عارفين المفروض نعمل إيه ويكون التوتر أقل، ونجاوب على كل الأسئلة تيجي على بالنا وبال كل طالب ولي الأمر. وهيساعدنا في الموضوع ده ضيفنا اللي بشرفنا في الاستوديو، دكتور محمد خليل موسى الاستشاري التعليمي والأستاذ بكلية الأداب في جامعة القاهرة. دكتور صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. في البداية كلمنا على الطالب إزاي يبتدي يختار أو إيه اللي ممكن يحطه في اعتباراته علشان يختار الكلية المناسبة ليه. طبعا احنا عندنا بسم الله أولا طبعا وفي البداية مبروك لكل طلبة ثانوية عامة، وفي البداية مبروك العبور يا طلاب، مبروك بشكل عام ان هم خلصوا مرحلة مهمة جدا. وأهم حاجة ولي الأمر مش لازم قوي نشد على أولادنا لو جابوا مجموع متوسط أو ضعيف، عشان دي في الآخر مش عايزين يحصل حالة من التروما اللي بتفضل في تاريخ الحياة الإنسان بعد كده، أو الصدمة النفسية بسبب أنه هو ساعات أولياء الأمور بيضغطوا جامد في اليوم ده. وأهم شيء أبدأ به كلامي أن أنا كولي أمر وأقول لابني في البداية خالص قبل ما تاخد أي قرار صلاة استخارة، أفكر كويس، استشارة، أستشير الناس الكبيرة، أستشير الناس في المجال. رقم ثلاثة، في نقطة في بعض الناس بيقولوها فكرة الشغف. فكرة الشغف دي فكرة عبارة عن مليئة بالرفاهية ولا تتماشى مع ظروف الاقتصادية في العالم كله. يعني فكرة الرفاهية هي فكرة ان يعني انا امشي وراء شغفي. انا على سبيل المثال، الشغف بمعنى ايه يا دكتور؟ الشغف يعني بمعنى اصح انا راجل جايب مجموع كويس وشغفي اكتر في الادب في الليتريتشر، بس للاسف في مثلا في مجالات معينة ممكن ليها شغف فيها اخدها كهواية كحب بعد كده اكمل بها دراسة ما بعد مجال دخل مستقر. بالظبط كده. يعني على سبيل المثال انا كان ليا شغف كتير جدا كبير جدا جدا في بعض العلوم الانسانيه اللي فرصها في سوق العمل ضعيف، فانا قعدت اقرا فيها واستزيد بعد التخرج، لكن لازم اتخصص في جزء يكون انا ليا ميول فيه عندي معرفة فيه وموجود في سوق العمل. طب هو يا دكتور مين اللي ممكن أتوجه له، خصوصا أن فيه مثلا أولياء أمور بيبقى تارجت عندهم أن ابنه يعني ابني يطلع زيي، أنا دكتور فابني يطلع دكتور زيي، أو بيبصوا على الدخل المادي هيكون له عامل إزاي، أو بيبصوا على سوق العمل هيطلب إيه. تمام. فمين الشخص يعني فيه مثلا أخصائي متخصص ممكن الطالب يروح؟ احنا بنروح لخبراء التعليم وفي نفس الوقت بنفكر وبنعمل حاجة. لازم نعرف أن الأجيال الجديدة عندها مزايا كبيرة جدا. أكيد الجديد قاعد على الإنترنت والتابلت طول الوقت وجوجل، طب ما هو يقعد يدخل على مواقع البحث ويشوف كده إيه هي الوظائف الأكثر بحثا في العالم. هي الفكرة كلها وأنا مش عايز أتكلم مع حضرتك في نظريات. أنا الوقت لو والدي عنده شغل بتاعه بيزنس وأنا حابب البيزنس بتاعه وحب أكمل المسيرة ليه لأ؟ ما أنا برضو لازم أخد بالي أن في بعض رجال الأعمال، في بعض الأطباء، بعض الدبلوماسيين، مجالات كتيرة جدا تلاقي أولياء الأمور الطلاب أو ولادهم تشربوا وفي جينات وراثية هم أخدوها في المجال ده. ليه لأ؟ ما زودش. أنا أقصد أنه هو مش إلزام أنه يطلع. لا مش إلزام طبعا. ولي الأمر ساعات بيعمل خطأ كبير وظلم لابنه أنه عايز يكون ابنه امتداد ليه، ما ممكن يكون ابنه عنده مواهب أخرى، عنده حاجات تانية عايز يضيفها في حياته، فمش لازم يكون أنا أصدم ابني في الحكاية دي. نرجع لسؤال حضرتك، إيه هي الوظائف الأكثر طلبا؟ يعني إحنا التخصصات برضو لازم نعرف أن في تخصصات كثيرة جديدة موجودة، ولكن لازم نعترف بحاجتين. الواقع بيقول أن في بطالة في خريجين ما يسمى بكليات القمة، وياريت من خلال حضراتكم نصحح الكلمة وهذا التعبير اللي دمر أجيال على مدار عشرات السنين. ما فيش حاجة اسمها كليات قمة، هي فكرة ان انت تكون قمة في مجالك. صحيح. ان انت توصل لقمم النجاح بشكل عام بالتفاني والإخلاص، مش فكرة ان انا كليات قمة. كليات القمة أدت الى حالة من البطالة في كليات كتيرة جدا من خريجينها. فعلى هذا الأساس أنا مش جاي أقول لحضراتكم كلنا ندخل طب وهندسة وصيدلة، ولكن مهم جدا تعرف أن في تخصصات جديدة لها علاقة بالتكنولوجيا، الذكاء الصناعي. صحيح. الطاقة المتجددة،
احنا دلوقتي بقى عندنا في مصانع بتنشأ في مصر وبتبنى في مصر للسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، كل دي موضوعات اصبحت جديدة. وبعدين الجيل الجديد دوت عنده ذكاء الكتروني عالي جدا، فانت مش بتطلب منه ان هو يبقى في الاي تي والكمبيوتر هيبدا من الصفر. والله يعني يا دكتور، هي اشكاليه انه انت تتبع رغبات ولي امرك او لا، الموضوع بيجي نصيب. ممكن تدخل تخصص انت مش حابه تتالق فيه وتصل للقمه، وممكن تجبر على تخصص وتدخله لان هو مستقبلك فيه لسوق العمل وما تقدرش تكمل فيه، وبنشوف نماذج بتضيع سنه واثنين وثلاثه. فهو الموضوع محتاج تركيز من الطالب. نروح للتركيز بقى وفق متطلبات سوق العمل، ونبحر في الحديث عن الجامعات التكنولوجيه. ازاي الطالب يبقى عنده وعي ان هو يختار ده؟ ازاي ده مهم بالنسبه له، مهم دلوقتي ومهم بعدين، وخصوصا ان زي ما حضرتك قلت عنده امكانيات الطالب دلوقتي والشباب دلوقتي غير زمان، فيعملها ازاي؟ عايز اقول لحضرتك بس ان انا ثانويه عامه بتاعتي كانت سنه 95. فطبعا انا كان تقديري 86%، وكان نفسي ادخل كليه الطب ماشي، عشان انا عايز ادرس طب واساعد الاطفال، كنت نفسي في طب الاطفال. والطب كان 88، يعني ما بيني وبين طب 2%. اوكي. ولكن ما قدرتش، فكتبت رغباتي وفقا لبرضو وظيفه والدي رحمه الله عليه، ان هو هيساعدني، وانا اوريدي متشرب من الحكايه دي من الشغل بتاعه في الترجمه واللغه الانجليزيه. فبالشكل ده في بعض الاحيان لازم برضو بيئه الاسره نفسها بتساعد. ولكن الفتره الحاليه بتشهد تغيير عن الاجيال اللي فاتت. سنة 95 لما احنا اتخرجنا ما كانش غير جامعات حكومية. صح. دلوقتي بقى في جامعات خاصة، أهلية، تكنولوجية، جامعات دولية، والجامعات موجودة في العاصمة الإدارية. يعني جامعات في variety أو تنوع رهيب من الجامعات. بس ده هيخلينا ممكن في بعض الأوقات الطالب يتشتت ويبقى عنده أثار سلبية، مش عارف أنا هاخد دي ولا هاخد دي، طب دي أحسن ولا دي أحسن، نقلل ده على إزاي؟ على حسب بقى. أنا كمان مثلا أنا واحد بكره الرياضيات والحساب، إزاي أقدم في هندسة؟ وأنا هعاني ومش هكمل. أنا راجل أوريدي بحب العلوم والأحياء ودارس علم علوم. ده يرجعنا للشغف اللي حضرتك اتكلمت عنه. مش بس شغف، الشغف مع الدراسة. أنا حابب بس عارف أدرس. يعني ما هو الطالب يستخير ولا يعمل إيه يا دكتور؟ طبعا غير الاستخارة عندنا ثلاث حاجات لازم نعملها. أنا دارس كويس. عظيم. رقم اتنين عندي إمكانيات أدخل الجامعة دي. رقم ثلاثة في جزء من الشغف، حتى لو مش شغف كامل، في حالة حتى لو في حاجة مادية ولا عقلية وقدرات. الإمكانيات المادية والعقلية الاتنين. طبعا عشان برضو في تخصصات فيها صرف أكتر. لازم نكون واقعيين مع اولياء الامور اللي بيتفرجوا طيب علينا. بمناسبه الصرف، بدائل ان انا عندي جامعه عايزه ادخلها تكلفتها برقم انا لا اقدر عليه. ازاي يتجاوز الموضوع ده ويروح للاولويات اللي ممكن يقبلها؟ يعملها ازاي بقى؟ لا، ما في البدايه خالص احنا لازم برضو نقول ان في منح دراسيه في الجامعات. عظيم. يعني اصبح دلوقتي الشباب اللي هو انا شفتهم شباب كتير جدا من خريجين ثانويه عامه وستام وثانوي ازهري، من وهم في ثانيه ثانوي بيدوروا على منح دراسيه، اصبح يبقى عنده فكر ان في جامعات دوليه جوه مصر بتدي منح ونص منحه، يعني ممكن كمان. في بعض بقى الشباب الواعد اللي بيشتغل مع الدراسه. وهو ده التوجه الجديد، التوجه الجديد اللي جاي في التعليم، ان الشاب اثناء الصيف يشتغل عشان يصرف على نفسه. ولكن برضه لازم نعترف ان حتى لو هو اشتغل فهو مش هيقدر يجيب كل الفيز او المصاريف بتاعه الجامعه. طبعا. يبقى احنا ده معناها لازم برضه على قد امكانيات الاسره هيشوف الجامعه المناسبه. على سبيل المثال الجامعات الحكوميه العريقه، مثلا امثال جامعه القاهره الازهر او جامعات القاهره عين شمس، الجامعات الحكوميه ديت فيها برامج كريدت. مش عارف حضراتكم عارفين برنامج الكريدت ولا لا. يعني مثلا في برامج كريدت في طب القصر العيني، الجامعات العريقه والتخصصات العريقه دي فيها دلوقتي برامج تخصصات معينه لفتره، اعداد اقل من صحيح. الطلاب وامكانيات ممتازه بنفس الكوادر الاكاديميه الرائعه اللي مشرفانا في كل الجامعات الدوليه والخاصه وبره مصر كمان. دكتور، احنا هنروح لعرض معلوماتي. قبل ما نروح للعرض المعلوماتي، حضرتك قلت في كلامك نقطه متعلقه بانه طالب ثانيه ثانوي ممكن يبدا يدور على المنح. فالفقره دي مش بس لطلاب ثالثه ثانوي، من ثانيه ثانوي تبدا تعد العده وتدور على ازاي تقدر تستفيد لثالثه ثانوي لا قدر الله لو احتجت لاي طريقه تحقق بها حلمك وشغفك. مشاهدينا هنروح في سياق متصل لعرض معلوماتي عن نصائح لاختيار الكلية المناسبة، ونرجع نبدأ او عفوا نكمل حديثنا.
ولسه مكملين مع حضرتك يا دكتور، وكلمنا على لو المستوى الذكاء بتاعي عالي وعندي مجموع كبير، فبرضو الطالب اللي زي ده بيحتاس في اختيار الكلية والجامعة التكنولوجية بتاعته وارتباطها بسوق العمل، وكتير قوي من النقط بيحاول يعمل طول الوقت مقارنات. يمشي على الخطة الصحيحة ازاي؟ أول خطوة يتخطى فكرة كليات القمة، يعني يتخطى فكرة ان انا بستخسر، ينسى المصطلح ده. بلاش بقى الفكرة دي او الستيريوتايب ده او الفكر النمطي ده، لازم نتخلص منه عشان ما يحصلش حالة من unemployment او بطالة اكبر في سوق العمل. رقم واحد. رقم اتنين، نصيحة، بلاش حد يقول انا بستخسر مجموع ابني جاب مجموع كبير، حرام يدخل هندسة بينما ممكن يجيب طب. مفيش الكلام ده خالص. في حاجة اسمها ابني قدراته وجزء من شغفه او شغفه شايفه ايه زائد امكانيات العقلية والمادية. انا كأب وكابن امكانياته عاملة ازاي؟ وعلى فكرة كل ما التقدير ومجموعه بيكبر بتلاقي ان الطالب عنده حالة تشتيت اكتر. ولكن بفكر حضركم برضو الفترة القادمة المستقبل رايح اكتر للذكاء الصناعي والالكترونيكس والاي تي. وطب احنا بقى مش عايزين ننسى الشعب الادبية. طبعا الشعب الادبيه اللي عددها كبير جدا جدا وبيتفرجوا علينا دلوقتي، بيقولوا هو انتوا قاعدين تتكلموا ليه عن علم علوم وعلم رياضه وقاعدين تتكلموا عن فكره الصيدله؟ ونسيت اقول لحضراتكم دلوقتي الصيدله، لو انت معاك صيدله ومعاك لغه تانية زي الماني او فرنساوي او صيني، انا مش هقول انجليزي عشان الانجليزي ده كله بيدرسه، لا انا هقول بقى اللغات اللي مطلوبه عشان اربطها بادبي. اللغات المطلوبة زي الألماني اللي ألمانيا بتدي منح كتيرة دلوقتي قوي قوي، عندنا الصيني، عندنا الفرنساوي. تخيل حضرتك لو انت متمكنة من اللغات دي ومعاك صيدلة، انت ممكن تشتغل في شركات دولية وأونلاين أو بتشتغل في شركات دولية جوه مصر. لو أنا عايز أعمل حاجة لأولادي في كلية التخصص الأدبي، فأبناء التخصص الأدبي يقولوا طب أنا أدخل إيه؟ فطبعا احنا في بعض الاحيان عندنا في شباب عندهم القدرة على الاعلام، الاعلام موجود، ولكن ايه هي التخصصات الاكثر طلبا؟ تزال حتى الان لا يزال اللغات والترجمة والالسن دي تخصصات مطلوبة جدا جدا، ولكن لازم تختار اللغات المناسبة. وانا من خلال حضراتكم في الاعلام في بعض الاحيان بكتشف ان البرامج الايام دي بتوجه الطلبه كلهم للتكنولوجيا والاي تي. انا اظن ان كل المجالات وكل التخصصات فيها تكنولوجيا. أيوة. وفيها تطور. فانا بقى كواحد متخصص وبالنيابه عن كل المدرسين وتخصص اللغه، واكد ان التكنولوجيا والاي تي لا تقل اهميه عن تخصص في الترجمه واللغات، والترجمه وبفضل الترجمه تم نقل كل الحضارات من لغات للغات تانية. الترجمة ولكن اختيار اللغات الأكثر طلبا في سوق العمل. يعني حضرتك ما بتكلم دلوقتي ان عدد الطلاب كانت طول عمرها بتتقدم للإنجليزي في ألسن، دلوقتي بقى الطلبة عندهم وعي أكتر بيقدموا في ألماني، صيني، أسباني، فرنسي، فبقى أصبح في لغات تانية. صحيح يا دكتور. عند حضرتك تخصص البيزنس أدمينستريشن أو إدارة الأعمال أصبح متشعب جدا، خاصة أنت لو ربطت كل التخصصات دي بالتكنولوجيا والآي تي برضو. في إشكالية برضو متعلقة بالتنسيق الداخلي هو بيختار اللغات، فإحنا مش عايزين نغفلها لأنه كل مرحلة ليها شوية تفاصيل. فرأي حضرتك وتعليقك على أدخل تخصص أنا مش حابه 100% وجنبه أدرس بأي شكل من الأشكال، أزود مهاراتي، أخد كورسات معينة، ألتحق ببرامج معينة وأنا ماشي في المسار ده، ولا أقف وحاطط عقبة اللي أنا عايزة أنمي مهاراتي فيه ده أدخله في الجامعة بس تكلفه زيادة عليا أو كل التفاصيل اللي ممكن تحصل، نختارها إزاي؟ أنا بقى عايز أقول لحضرتك إن كل التخصصات بحبها مش بحبها دخلت فرض عليا كلهم. نصيحة لكل أولياء الأمور وكل الطلاب يشوفوني، أي تخصص تدخله لازم يكون فيه تعليم موازي معاه. عظيم. على طول. التعليم الموازي ده على فكرة مش لازم يكون كورسات مبالغ مهولة. اديني أمثلة كده. يعني بمعنى أصح هقول لحضرتك الوقت اللي أنا محتاجه، ما احنا عندنا كورسات مجانية على منصات كتيرة جدا. صحيح. أنا مش بتكلم على شكل تجاري، يعني أنا مثلا لا خالص، أنا بتكلم إن أي تخصص أنا هدخله، طب، هندسة، صيدلة، أي تخصص أنا محتاج جنبه مهارات معينة. واحد، لغة تانية. اتنين، مهارات في الكمبيوتر والتكنولوجي، ازاي حضرتك هتتخرج وانت مش عارف تعمل وورد فايل او اكسل او الحاجات دي. رقم تلاتة، مهارات الحياة. ومهارات الحياة دي بقى يجي تحتيها مهارات التواصل مع الاخرين، مهارة الثقة بالنفس. ورسالة لأولياء الامور اللي ليل نهار ينتقدوا ولادهم ليل نهار وبيكسر في ثقة ولاده،
انت هتطلع لي شاب شاطر بعده الثقه، فانا لازم ابني يكون عنده مهارات الحياه في التواصل، في التعامل مع الاخرين، تقبل الاختلاف، القدره على التفاوض، القدره على الاستماع، مش اتكلم بس. رقم 6 والنقطه الاهم، احترام الاخرين بشكل عام. يعني دلوقتي ايه فائده ان ابني يجيب 95% وقدراته في التواصل مع الاخرين سيئه جدا، بيدخل اي جامعه اي ناس ده بيقول صباح الخير ولا سلام عليكم ولا اي حاجه، اي حد يعترض معاه صوته يعلى. فانا هقول له في الاخر كابني، انت مهما كنت شاطر مفيش مكان هيستحملك اسبوع واحد. الاخلاق بتيجي مع العلم، عشان كده زمان كان عندنا التربيه والتعليم. صحيح. ولا ننسى انه السي في بيبقوا محتاجين الشركات انه يكون متضمن المهارات دي اصلا. ايوه، مهارات ايه؟ مهارات التكنولوجيه واللغه. صحيح. والكمبيوتر ده اساس، دي بنسميها هارد سكيلز، مهارات اساسيه. لكن سوفت سكيلز او مهارات الحياه مختلفه خالص. ان انا بقدر اتكلم مع حضرتك، ان انا اشوف حد من ثقافه مختلفه واتقبل واقدر اتكلم معاه، وهو ده مهم جدا جدا، وده اللي احنا حقيقي محتاجين نشتغل عليه مع الاجيال الحاليه اللي منشغله بالتابلت والكمبيوتر. طبعا الطلبه الايام دي لما انا ببعت لاولادي اللي عندهم 15 16 سنه اقول لها صباح الخير يا حبيبتي ازيك لبنتي، ولا تبعت لي ورده. فكره الايموجيز ادت الى ضعف الذكاء اللغوي. واحنا عندنا ذكاوات متعدده بنتكلم عليها في التعليم. صحيح. فانا عايز ابني، احنا محتاجين الذكاء اللغوي والاجتماعي. بالظبط. طيب انا كنت عاوزه من حضرتك روشته كده لطيفه توصي بيها الطلبه وتوصي بيها اولياء الامور وغيرهم في ازاي ينظموا اختيار ولادهم لهذه التخصصات او لهذه الجامعات او الكليات بترتيب سليم. يعني حضرتك دلوقتي خدتنا للشق المادي وللشق المعنوي، اهله ازاي ساعدوه، لكمان ممكن يبقى مع اهله ولا ممكن يتغرب عنهم شويه، ده مقبول ومتاح ولا لا، وغيره من الامور الثانيه. روشته كده في نقط سريعه. بمناسبه الغربه ديت، انا كنت لسه في رحله عمل في تركيا وشفت جالية من مصريين الشباب الطلاب اللي أخدين منح دراسية قوية جدا، ولكن هي روشتتي في الآخر حاجة واحدة بس، هل ابني عنده القدرة العقلية والنفسية والضغط أنها يتحمل التخصص ده؟ هل عنده جزء من الشغف أو الشغف الكامل؟ رقم 3، أنا كولي أمر أقدر أصرف على التخصص ده؟ هل أفكر في الجامعات الحكومية؟ هل أفكر في كريدت جامعات خاصة أهلية تكنولوجية؟ أوصيكم بالتكنولوجيا والآي تي والآي آي والذكاء الصناعي، واربطه بأي تخصص. أوصيكم لازم يكون في لغات، لازم تعرف إن أي تخصص حضرتك هتاخده لازم يكون في كورسات ماشية بالتوازي. وأنا عامة كراجل في التعليم مش مقتنع بأجازات الصيف الطويلة، لازم الأجازة بتاعت الصيف الطويلة يكون فيها استثمار رياضي عقلي أخلاقي ديني لغة. فبالشكل دوت لازم أحط الكلام ده كله مع أولادي، إن أنا أثناء الجامعة أخد كورسات. آخر نقطة مهمة جدا في الروشتة بتاعتي، إن أنا بستأذنكم لازم حقيقي هو الطالب بنفسه أنا أديله فرصة أقول له ادخل واسأل وشوف زمايلك عملوا إيه وأنت تعمل إيه، بس ما استخسرش المجموع بتاعه. وأفكر في حاجة مهمة جدا، ابني حتى لو جاب 60% ولا 65% مش نهاية الدنيا، أصبح فيه الوقت تنوع في الجامعات. والأهم من كده إن أنا أفكر إن حتى لو هو دخل كلية ما حبهاش، ممكن بعد الكلية أعمل كارير شيفت. صح. الحقيقة حضرتك اديتنا معلومات قيمة، ويا رب إن شاء الله الطلبة كلها وأولياء أمورهم يستفيدوا بهذه النصائح. بشكرك شكرا جزيلا للدكتور محمد خليل موسى الاستشاري التعليمي والأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة. شكرا لحضرتك يا دكتور. وفي ختام الفقرة نذكر بجملتك، بلاش تطلع شاب شاطر ما عندوش ثقة، فدي جملة حقيقي يعني تتبروز. بنشكرك عليها وعلى وجودك. مشاهدي هذا الصباح بعد قليل معادنا مع فقرة الصحافة وجولة في أهم وآخر الأخبار وعناوين الصحف اللي بتبرز نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع. ضيف جولة الصحافة النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ شادي زلطة المتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بالأهرام. بس احنا نبقى دايما مع بعض، دايما كتلة واحدة. أرجل ناس وأكثر الناس كرامة وكبرياء الصعيد. شط اسكندرية يا شط الهوى،
رحنا اسكندرية رمانا الهوى يا دنيا هنية أو ليالي رضية بس انتو انتو صمام الأمان لمصر شعبان تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وصلنا مع حضراتكم لقراءة أبرز عناوين الصحف واللي أبرزت نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثف خلال هذا الأسبوع محلياً ودولياً. وضفنا في هذه الفقرة الأستاذ شادي زلطة الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون رئاسة الجمهورية بالأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح النور، أهلاً بك يا أستاذ لمى. شرفتنا ونورتنا النهاردة، لكن خلينا قبل ما نبدأ نقاشنا نروح لاستعراض أبرز عناوين الصحف هذا الشأن. نرجع تاني.
مشاهدينا بداية جولتنا الصحفية من بوابة الأهرام ونقرأ منها: الرئيس السيسي وبايدن يستعرضان مستجدات الجهود المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ومن الدستور: الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من بايدن حول التطورات الإقليمية ووقف الحرب في غزة. ومن بوابة الأهرام أيضا: الرئيس السيسي يؤكد لبايدن الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة. أستاذ شادي، خلينا نبدأ بالحديث عن هذا الاتصال الهاتفي، والرئيسان حرصوا فيه أن هم يتابعوا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما جاء به من نقاط توافق وتأكيدات حضرتك شفتها إزاي؟ خليني يمكن أقولك بس في البداية أن الاتصال أو التواصل المستمر من الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيعكس نقطة مهمة، فكرة الدور المحوري لمصر في المنطقة وأيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أيضا الجهود المصرية المبذولة على مدار 10 شهور منذ بداية الحرب في غزة من 7 أكتوبر، والدور المصري الفعال وتأثيرها أيضا على المجتمع الدولي، وفكرة أن الجهود المصرية الأمريكية القطرية التي يعني تؤثر فيها مصر بشكل كبير لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات، وأيضا التوصل إلى يعني عدد من الخطوات التي قد تكون بداية لحل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية والشرعية الدولية، تمسك مصر بهذا الأمر تحديدا وقف حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية. الجانب الأمريكي يدرك بشكل كبير الدور المصري في القضية، وفكرة أيضا يعني الدور المصري في منع توسع الحرب في المنطقة وزيادة حالة عدم الاستقرار. الجانب الأمريكي يدرك هذا الأمر جيد بشكل جيد جدا. الرئيس الأمريكي أيضا يعني بحكم أو بفكرة أن الولايات المتحدة ترغب في إيجاد حل أو صورة قد تكون بداية لحل لهذه الأزمة تعتمد بشكل كبير على مصر. فالحقيقة أن يمكن الاتصال الهاتفي تناول هذا الأمر كان فيه توافق بشكل كبير على فكرة بذل كافة الجهود لعدم التوسع في الحرب في المنطقة وحالة عدم الاستقرار، في ظل أيضا يعني وجود حالة من الاستقرار بسبب ما يقوم به الجانب الإيراني والجانب الإسرائيلي وفكرة التهديدات المتبادلة والمستمرة. يعني فأعتقد أن مصر تقوم بدور كبير جدا في حالة في هذا الأمر، وأيضا تقوم بدور كبير في منع زيادة حالة التوتر المستمرة هذه الأيام. ويعني كان في توافق ما بين الجانبين على بذل المزيد من الجهود لمحاولة التوصل ليمكن بداية اتفاق قد تكون بداية لحالة يعني الاستقرار ووقف الحرب بشكل ما داخل قطاع غزة. خلينا نروح لخبر تاني من اليوم السابع وتقريبا نفس الموضوع، ما خرجناش برا، ونقرأ: رئيس السيسي وعاهل الأردن يجب الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة لنزع فتيل التصعيد. ومن مبتدأ: رئيس السيسي وعاهل الأردن يؤكدان أولوية التواصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة. ومن الوطن: الرئيس السيسي في اتصال هاتفي مع ملك الأردن، حل الدولتين يعيد الاستقرار للمنطقة. أيضا يحرص الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله على المتابعة المستمرة للمستجدات في قطاع غزة. يا فندم، كلمني إزاي تابعت هذا الاتصال وما جاء فيه من مباحثات حول ضرورة وقف إطلاق النار بالقطاع وحل الدولتين في ظل التعنت الإسرائيلي وتحديها لكل المواثيق والأعراف الدولية؟ صحيح. هو طبعا يعني مصر والأردن في تعاون استراتيجي وراسخ ما بين الدولتين بحكم ان هما الدولتين الاكثر انخراطا في القضية الفلسطينية. طوال الوقت في متابعة مستمرة ما بين الجانبين المصري والأردني للتنسيق فيما يتعلق بالجهود المبذولة لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات، وأيضا الجهود يمكن ده أمر آخر مرتبط بالجهود المصرية الأمريكية القطرية كمان. يعني الأردن أو الملك الأردن بيتابع مع الرئيس المصري بشكل مستمر كافة هذه الجهود، وأيضا في تنسيق واضح ما بين الجانبين فيما يتعلق بفكرة إنفاذ المساعدات، الضغط على المجتمع الدولي فيما يتعلق بدخول أو وقف المعاناة للشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات سواء من الجانب المصري أو من الجانب الأردني، أيضا منع توسع الحرب داخل حتى الضفة الغربية، ده أمر مهم جدا. فكرة أيضا التعامل
مع المجتمع الدولي وبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية بشكل مشترك ما بين الجانبين، أيضا التنسيق لفكرة يعني وجود دعم بعمل عربي مشترك يمثل دور أكثر تأثيرا وضغطا على الجانب حتى الأمريكي أو حتى القوى الدولية التي يمكن أن تكون ذات دور مؤثر وفعال في القضية الفلسطينية. يمكن الحقيقة أن هذا الاتصال هو اتصال بيأتي في إطار متابعة مستمرة ومتواصلة ما بين الجانبين، لم يكن أول اتصال، هناك اتصالات كثيرة ومستمرة ما بين رئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن، وطوال الوقت هناك تشاورات وتنسيق حول مختلف المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية وما تقوم به مصر من ضغوط على المجتمع الدولي للتأكيد على موقفها الثابت والراسخ فيما يتعلق بالرجوع للشرعية الدولية والمرجعيات، والتأكيد على فكرة أيضا حل الدولتين كعنصر أساسي لإعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. بنتابع أيضا نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المكثف، وهنقرأ من اليوم السابع: الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجية التركي: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة يستوجب أعلى درجات ضبط النفس، ومصر حذرت مرارا من خطورة توسع نطاق الحرب على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين. من مبتدأ نقرأ: الرئيس السيسي لوزير خارجية تركيا: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة. أستاذ شادي، ما جاء في هذا اللقاء حضرتك تابعته إزاي؟ تأكدت الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف الجهود والتحذيرات من اتساع رقعة الصراع وخطورته على السلم والأمن الإقليميين. طبعا يعني هو اللقاء مع وزير الخارجية التركي، خليني يمكن بس أكد نقطة مهمة، أن كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في 14 فبراير الماضي، نعم، كانت يعني مهدت لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية التركية. والحان يمكن كان خلال هذه الزيارة هناك تنسيق أيضا للقاء آخر لما تم الحديث طبعاً عنه عند وجود هاكان فيدان في مصر خلال هذه الزيارة. صحيح، هو يمكن كان يعني التأكيد خلال هذا الأمر كان على فكرة المجلس التعاون الاستراتيجي وإطلاق بداية الاجتماعات الخاصة بمجلس التعاون الاستراتيجي ما بين الجانبين. ده كان جزء مهم في اللقاء. هي اللقاء كان منقسم لجزئين: جزء متعلق بالعلاقات الثنائية وكيفية تفعيلها وزيادة التبادل التجاري. مصر تعتبر البوابة أو الشريك الأول لتركيا والبوابة الرئيسية لدخول أفريقيا. كمان يعني الصادرات التركية في مصر لها عنصر كبير، أيضا كمان في تبادل تجاري كبير ما بين الدولتين. ده كان شق ثنائي. أما فيما يتعلق بالشق السياسي فكان طبعا القضية الفلسطينية هي العنصر الرئيسي على طاولة الحديث، ويمكن هناك توافق ما بين الجانبين المصري والتركي فيما يتعلق بالتصور الخاص بحالة عدم الاستقرار في المنطقة ومحاولة احتوائه بشكل كبير. وده يمكن هذا الأمر تحديدا تم تناوله خلال زيارة الرئيس التركي لمصر في فبراير ويتم التأكيد عليه حاليا. وهناك أيضا يعني توافق كبير وتنسيق متواصل ما بين الدولتين فيما يتعلق ببذل المزيد من الجهود لمحاولة احتواء الموقف داخل الشرق الأوسط. ويمكن كمان أستاذ شادي خلال المؤتمر وزير الخارجية التركي كان بيتكلم عن تقدير وإشادات للجهود المصرية فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، فإنه الدول العالم اللي بيتم التواصل معها الجميع بيرى هذا الجهد وبيشيد به أيضا. يعني أنا بس يعني خلينا أكد أن دول العالم باتت تنظر لمصر بأنها العنصر الأساسي لوقف حالة عدم الاستقرار في المنطقة. يعني مصر تبنت القضية من أول بدايتها خالص طبعا. وكمان بتحافظ على الأمن القومي صحيح. بتاعنا بنتكلم على حدودنا اللي موجودة، فبتحمي كل المنطقة وكل الإقليم وبتحافظ على القضية الفلسطينية من الضياع. صحيح، ويمكن لولا الموقف المصري الرشيد والفعال والمؤثر حتى فيما يتعلق بالسياسات المصرية على المجتمع الدولي أو التعامل مع الدول المختلفة والضغط اللي مارسته مصر خلال الفترة الماضية لكان هناك حالة من عدم الاستقرار أكثر تدهورا في منطقة الشرق الأوسط. الجهود حتى اللي بتبذلها مصر بالتعاون مع عدد من الدول والمسارات المختلفة اللي بتتبعها السياسة الخارجية المصرية مع الدول ذات التأثير والقوى الخارجية لوقف تصاعد الأحداث في المنطقة أو حتى فيما يتعلق بالتوترات المستمرة واتساع رقعة الصراع، يمكن الدور المصري كبير جدا فوق يعني ما يتصور أحد. وأيضا هناك تعامل مصري بحكمة شديدة جدا
مع مختلف الأحداث التي تقع يوما تلو الآخر بسبب الحرب في غزة، بسبب اتساع رقعة الصراع، بسبب حتى القضية الفلسطينية نفسها ذاتها، يعني التمسك المصري بهذه القضية والتمسك بعدم تصفيتها ده كان له دور كبير جدا ومقدر لدى الدول العربية في المنطقة، ومقدر حتى أيضا بالتأثير المصري مع مختلف دول العالم، وبدليل يعني الاتصالات المختلفة واستقبال مصر المختلف المسؤولين. الحقيقة أن مصر من أول يوم وهي وقفت زي حائط الصد كده أمام تهجير الفلسطينيين أو وقت القضية الفلسطينية صحيح. بشكل عام إدخال المساعدات طول الوقت بتتكلم فيه صحيح. الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة طول الوقت، يعني في بعض النقاط هي واقفة عندها وثابتة عندها. لكن خلينا نروح على طول للشأن المحلي ونقرأ كمان خبر من الوطن. الرئيس السيسي يؤكد توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار. ومن الدستور الرئيس السيسي يؤكد دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي ويتابع مستجدات تطوير الصحة والتعليم والسياحة. أستاذ شادي، ماذا عن أهمية هذا التوجه للدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاجتماع؟ بصوا استاذ لميا، يمكن الملف الاكثر يعني وجودا حاليا على طاوله القياده السياسيه هو الملف المتعلق بتحقيق التنميه المستدامه للاقتصاد وملف الصناعه تحديدا ايضا، وفكره ان الدوله المصريه تتخذ خطوات في ظل ظروف بالغه الصعوبه وتداعيات تداعيات صعبه على الاقتصاد العالمي بتؤثر على مصر بشكل كبير. احنا يمكن خليني بس ارجع لعام 2018 2019 كان معدل النمو الاقتصاد المصري كان 5.6 ولكن احنا وكان في هذا التوقيت ايضا لولا خطه الاصلاح الاقتصادي اللي تمت في 2016 كانت مصر تسير بخطة ثابتة وواضحة في ظل نمو اقتصادي ثابت، وكان بيحقق المرجو منه والأهداف منه بشكل كبير جدا. لكن في أحداث كتيرة حصلت طول الوقت، كوفيد حصل، الحرب الروسية الأوكرانية حصلت، كمان المشاكل اللي بتحصل في مضيق باب المندب أثرت بشكل كبير أو بآخر، كمان اللي بيحصل في غزة طول الوقت برضو أثر، توترات حول الحدود المصرية إقليمية يعني ودولية أثرت علينا محليا كمان. فيمكن وبالرغم من ذلك يعني لا، الحقيقة أن يمكن الخطوات اللي خدتها مصر خلال هذه الفترة تحديدا حتى من بعد 2019 وحتى الآن هي خطوات تحسب للدولة المصرية وتحسب لفكرة الصمود الاقتصاد المصري بشكل قوي جدا أمام هذه التحديات. يعني حتى أن هناك توقعات بأن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع، وده التوقع ده يمكن أصدره صندوق النقد الدولي وعدم المؤسسات الدولية الكبيرة أنه يرتفع ل 4.4% خلال العام المقبل 2025. ولكن خليني أكد برضو أن في عدد من الإجراءات القوية اللي بتتخذها الدولة المصرية حاليا ليمكن توطين الصناعة نتوقف عند توطين الصناعة لأن النقطة دي مرتبطة بآخر خبر معنا في البقرة ونرجع نكمل كلام فيها أستاذ شادي. ومن أخبار اليوم نقرأ مشاهدينا: الرئيس السيسي يشدد على أولوية توطين الصناعات الواعدة في مصر. ومن اليوم السابع: الرئيس السيسي يوجه بدراسة المشكلات والتحديات أمام المصانع المتعثرة وإيجاد حلول لتشغيلها وحماية حقوق العمال. ويؤكد ملف الصناعة أولوية متقدمة لدى الدولة ويجب الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية. نكمل الحديث عن توطين الصناعة، متابعة حضرتك لجهود الدولة في ملف الصناعة وتشديدات الرئيس السيسي على استغلال الموارد والاهتمام بتوطين الصناعات الواعدة في مصر، حضرتك بتشوف هذا الاتجاه ازاي؟ هو يمكن يعني يمكن هذا الاجتماع تحديدا كان فيه 5 رسائل مهمة للرئيس، ويمكن هذه الرسائل هي بتمثل الخريطة الخاصة بسياسات الدولة خلال الفترة المقبلة. فكرة تحقيق نمو أو دعم عاجل للصناعة المصرية وحل مشكلات المصانع المتعثرة بما يحفظ حقوق العاملين فيها، إشراك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص صحيح. أيضا فكرة اتخاذ كافة الإجراءات لتحويل مصر لمركز للصناعة الإقليمية والدولية، وأيضا كمان لتوطين الصناعة. ده يمكن الملف ده يعتبر من أهم الملفات اللي بيركز عليها الرئيس طوال الوقت خلال اجتماعاته المتعلقة بمختلف القطاعات الخاصة بالصناعة، ويمكن ده تم تنفيذه على أرض الواقع يعني خلال على مدار السنوات الماضية. كل المشروعات اللي كانت بتتم في مختلف ربوع مصر كان حتى بالشراكة مع الشركات الأجنبية كان بيتم فيها
خروج الجانب المصري المشارك في هذا المشروع ل يعني فكره التعلم واكتساب المهارات ونقل التكنولوجيا ايضا صحيح. كمان لداخل مصر بالتأكيد. فيمكن ده كان امر مهم جدا واثر بشكل كبير ايضا كمان فكره وجود مجمعات صناعيه كبيره تمت على مدار الفتره الماضيه ومناطق صناعيه مختلفه اصلا تم التمهيد لهذه الرؤيه من سنوات بالعمل والبناء مناطق صناعيه طرق وغيره. استاذ شادي احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معانا شرفتنا ونورتنا في هذا الصباح وباذن الله اللقاء يتجدد. الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون رئاسه الجمهوريه بالاهرام الاستاذ شادي زلطه شكرا لحضرتك مره ثانيه. شكرا جزيلا. شكرا بشكرك شكرا جزيلا كمان يا يارا بشكرك استاذ شادي شكرا جزيلا. كانت حلقه النهارده الحقيقه مثمره وكانت مليانه بالاخبار والاحداث المهمه كل شخص في الاسره. بشكركم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من هذا الصباح.